ستيشن 1. نتكلم عن الدور الفولت. الدور الفولت تتكون من المنجية اللاير اللي هي جاية من الدور المتر، تسوي 4 فولت. الفولت الأول اللي هو الفالك سيريبري، هذا يفصل بين الهيمسفيرس في سيريبرم. ثاني فولت اللي هو التنتيريوم سيربلاي، هذا يفصل بين المخ والمخيخ، السيريبرم والسيربلوم. وفيه الفالكس سيربلاي يفصل بين الفصين المخيخ، موجود هنا يفصل بين فصين المخيخ. والرابع اللي هو الدايفرام، موجود فوق هذا، موجود فوق البيتيوتري جلاند، اسمه دايفرام سيلي، يفصل بين البيتيوتري جلاند والهايبوثالامس.